تبنى تنظيم داعش عملية الدهس التي شهدت فصولها برشلونة الإسبانية أمس الخميس، والتي أودت بحياة 13 شخصا وإصابة أكثر من 100 شخص بجروح متفاوتة الخطورة. وتوالت عمليات الدهس التي كانت القارة العجوز مسرحا لها، فقد سجل 14 من يوليوز للسنة الماضية وقائع دهس مشاة بمدينة نيس الفرنسية من قبل شخص يحمل الجنسية التونسية، مخلفا 84 قتيلا وإصابة أزيد من 100 شخص بجروح. وعلى بعد 5 أشهر اهتزت ألمانيا على وقع حادث مماثل نفذه تونسي أيضا، وتسبب في مقتل 12 شخصا وجرح أزيد من 50 آخرين. وشهد مطلع العام الجاري حادث دهس جديد في بلد لم تستثنيه وقائع الإرهاب، فعاشت ساكنة السويد لحظات من الخوف بعد مقتل 4 أشخاص وجرح 12 آخرين في حادث وقع تحت عجلات الدهس. اليوم برشلونة والأمس فرنسا وألمانيا والسويد، وحوادث الدهس متكررة باتت تقض مجرى أوروبا.